الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخلق والأمر، وإليه المرجع والمصير. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن الإنسان إذا أراد إنقاذا لنفسه، إذا أراد استقامة في سعيه وسلامة في عاقبته، استصحب السائق الذي لا تقوم الحياة إلا به، والثابت هو الدين، والمتغير وسائر الحياة، وأنتم أعرف بشؤون دنياكم. الثابت مع الأجيال كلها لا يستغنى عنه، وهو فطري لا تكلف فيه ولا عطف ولا حرج، لأنه الفطرة التي فطر الناس عليها. الناس لا يستغنون أبدا عن الإيمان، ولا يستغنون عن الفضائل المرتبطة بالإيمان، من صدق وعدل وبر وإحسان، كما أنهم لا يستغنون أبدا عن الماء، ولو غاب الماء عن حياتهم لوقع الهلاك. والله الذي جعل من الماء كل شيء حي جعل الدين حياة للنفوس، فلا يمكن أن تستقيم روابط الناس ولا أن يصلح شأنهم بغير الدين بحال من الأحوال. وليس معنى الحديث عن المتغير التهوين من شأنه، وإنما المراد بيان الأمور على حقيقتها. فقد يسلك أهل الباطل مسلكا يتفوقون فيه في الوسائل، فيجبرون أهل الحق على ما يريدون، ويقضعونهم على التبعية لما يقصدون. وإذا لا تهوين في أمر الوسائل، ولكن إذا فتن الناس بالوسائل وغاب الثابت الذي لا تقوم الحياة إلا به، وقع الدمار والخراب في حياة الناس، وتحولت الحياة إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف، وتكون الغلبة للظفر والناس، وتكون وسائل الدمار والخراب يعبث بها من لا إيمان لهم. أيمكن أن تستقر حياة الناس مع الوسائل المتغيرة بغير الصحابة الثابت من الإيمان؟ لا لا لا. وقد أشرت من قبل إلى النظر
لواقع حياتنا المعاصرة، ونحن نرى الإنسان رخيصا. إي والله قد رخص أمره في حضارة فتنت بالمتغير وتركت الثاني. بعد هذه المقدمة نعود لنأخذ من الثابت لحياتنا المتغيرة، نعود فنصطحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمضي معه لنرى ماذا كان وما الذي وقع. يعود الرسول إلى مكة صلى الله عليه وسلم في جوار من طلب جواره، وهو دائما في جوار الله وحمايته. يعود فيدعو القوم ولا يسر أبدا، يبلغ رسالة الله كما أمر. وهو في هذا الجو المشحون بالعداوات والاستهزاء من أصحاب العقول المضيعة، إذا هو يدعى، والدعوة من الله، وإذا جبريل عليه السلام يأتي ومعه البراق ليأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحلة من البيت الحرام إلى بيت المقدس، حيث يلتقي برسل الله ويصلي إماما بهم، ثم يصعد به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، ثم يعود من ليلته. وتظل قصة الإسراء والمعراج تخاطب ضمير المسلم وتنبهه إلى الثابت المستقر الذي لا يزول أبدا. فقصة الإسراء والمعراج في حقيقتها حديث عن قدرة الله، حديث عن قدرة الله وعن تكريم النبي الكريم. إنه يدعى والداعي هو الله والمدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا غرابة ولا استغراب. والإسراء والمعراج بالروح والجسد، ولا غرابة ولا استغراب، فإن الأمر من قبل الله. والسورة التي تحدثت عن ذلك بدأت بهذا النص: سبحانه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وتنزيه الله يستلزم ألا تقاس قدرة الخالق بقدرة المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا ما يجب أن يستقر في ضمير المؤمن دائما ولا يغيب عن خاطره. قريش آذت وثقيب الطائف تنكرت وتكبهت بمن يؤذي، ها هو ذا رسول الله يدعى، ولكن إلى أين؟ إلى بيت المقدس. ولما إلى بيت المقدس بالذات؟
إنه حديث إلى المسلمين ليدركوا دورهم ويعرفوا رسالتهم. ولا يخفى عليهم أن البيت بيت المقدس أمانة في أعناقهم، ولا يخفى عليهم أن رسالة الرسل جميعا غدت كذلك أمانة في أعناقهم. فهذا إمامهم صلى الله عليه وسلم يصلي بهم جميعا وهم يستقبلونه في السماوات، يقولون في كل سماء مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ها هو ذا يكرم في السماوات من رسل الله وملائكة الله، بل من الله عز وجل. إذا نحن سبحنا بقلوبنا مع ذلك رأينا كيف يهون الكفر وكيف يهون الإذاء وكيف يتضاءل أمر كفار مكة ومن وراءهم، بل وأهل الكفر جميعا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الثابت هنا الذي نأخذه نحن لحياتنا في جيلنا أن نعرف قدرة الله، وأن ندرك أن الرحلة إن هي إلا تعبير، والرحلة بالروح والجسد، وأكرر إن هي إلا تعبير عن قدرة الله عز وجل. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رحلة عجيبة، ولكن لا عجب أبدا إذا أسندت إلى قدرة الله، وهذا هو المراد. ولذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من هذه الرحلة فيحدث، وأم هانئ تتشبث به ألا يفعل، ولكنه لا بد أن يفعل وأن يحدث بما رأى. وليكن من شأن الناس ما يكون. كذبته قريش بمجرد أن أخبرهم بما رأى، ورآها أبو جهل فرصة سانحة للتشنيع، ينادي بأعلى صوته: تعال يا فلان، تعال يا فلان، يا بني كذا، يا بني وكذا، تعالوا لتسمعوا. ويرسلون إلى أبي بكر العظيم في خلقه وإيمانه وصدقه وثباته، وهو لم يرى الرسول بعد، يخبرونه: تعال لتسمع من صاحبك. ماذا قال؟ ذهب إلى بيت المقدس وعرج إلى السماوات وعاد بالليل. أقال ذلك؟ قالوا: نعم، قال الصدق، إني لأصدقه في أبعد من ذلك. عظيم في خلقه، عظيم في إيمانه، عظيم في ثباته. اجتمعت قريش لتسمع، والرسول يخاطبها بما رأى، وأرادوا أن يختبروه. رأيت بيت المقدس؟ نعم. هل تستطيع أن تصف لنا بيت المقدس؟ يروي البخاري في ذلك حديثا صحيحا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لما كذبتني قريش قعدت في الحج، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت
أخبرهم بآياته وأنا أنظر إليه. هل استحى القوم؟ هل ارتدعوا؟ بل سألوه عن قافلتهم، لأن القوم لا يهمهم إلا بطونهم، لا يهمهم إلا البطون والشهوات. صحيح امتحان، ولكن الآيات أمام أنظارهم، ولكنه عمل قلوب. فأجابوا القافلة فيها كذا وكذا، وتصل في وقت كذا، ويتقدمها جمل صفته كذا. وقد تم كل ذلك ورأوه بأعينهم ولم يستحوا. لكن الرحلة تتضمن أمورا لدنيانا نحن، المحبوبة المرغوبة المخطوبة التي شغلت الناس، تتضمن التكريم لرسول الله، وقد أشرت إلى ذلك، وهو يمر في الجنة يسعى فيها فيرى نهرا حافتاه من اللؤلؤ المجوّر. ما هذا يا جبريل؟ فيقول هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. ويرى من أعمال الناس ما يحدث به. مر بأناس لهم أظفار من نحاس يقلصون وجوههم وصدورهم، فسأل من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الرحلة لنا نحن بصيرة تبصر وتذكر وتنذر، وترينا دائما قدرة الله لنعتمد عليه لا على غيره، وتري المسلمين رسالتهم وما يجب أن يكونوا عليه. وهذا نبيهم صلى الله عليه وسلم يصعد إلى حيث تنتهي علوم خلائق، إلى سدرة المنتهى، يصعد ليتلقى هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة، يتلقاها مباشرة من الله، ويعود بها ليحيي بها موات الإنسانية، ويطهرها مما يلصق بها من سوء وفساد. أرأيتم لو أن نهرا يمر بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم 5 مرات، هل يبقى شيء من درنه؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. حدثوني واصدقوني، كم من المسلمين الآن على وجه الأرض يؤدي الصلاة؟ كم؟ وإذا أديت فكم من الناس تحول بينهم وبين الفحشاء والمنكر؟ رحلة الإسراء والمعراج مليئة بالعطاء للإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عاد منها الرسول بفرضية الصلاة، عاد بها 5 وهي 50 في الأجر، ولكن ترى الناس يزهدون ويشغلون بالمتغير ويتركون الثاني. والمتغير زينة الحياة وأحوال الحياة ومعيشتهم في الحياة، ويتركون ما يصح به كل ذلك وما تتم به النجاة. رحلة الإسراء والمعراج التقى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنبياء الله ورسله، يتعلم المسلمون من ذلك أن رسالة الرسل جميعا قد انتهت إليهم، ولم يعد
على وجه الأرض من يدعي نسبته إلى الأنبياء وهو يكفر بواحد منهم، فهم جميعا دعاة إلى رسالة واحدة، ولأمر ما شاء الله أن يصلي بهم جميعا ركعتين في بيت المقدس. فهل يترك مع الزمن البعيد أو القريب لبيت المقدس يأخذه الكذابون المنتسبون زورا إلى رسل الله وأنبياء الله؟ أم يعرف المسلمون واجبهم فتحيا نفوسهم بالثابت من أمرهم ليقوى المتغير في مجابهة أعدائهم ليستطيعوا أن يكونوا كما أراد الله لهم خير أمة أخرجت للناس؟ فأرجو الله أن يوفق الأمة الإسلامية أن تعي أمرها وأن تدرك ما عليه عدوها وما يريده بها، وأن تدرك في الوقت نفسه أن الحياة صراع لا ينقطع، وأن لا تطلب لنفسها الدنيا نعيما كنعيم الآخرة فذاك محال، ولو كانت كذلك لأعطيت للأنبياء، ولكنها الدنيا. ولا يليق بالمسلمين بحال أن يتخلوا عن رسالتهم وأن يأخذوا الدون من الحياة، بل عليهم أن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يثبتوا على رسالتهم وأن يقودوا في مواجهة أعدائهم وأن يدركوا قدرة الله وأن يستندوا إليها وأن يأخذوا بالأسباب ولا يقصروا فيها، وأن يجمعوا كلمتهم لإعلاء كلمة الله لا للهوى ولا للباطل. أرجو الله أن يوفق المسلمين لكل ذلك. أرجو الله أن تتنبه أمتنا الإسلامية إلى ما يجب أن يكون، وأن لا تهون في نظر نفسها وأمام الناس، فإن نصرها من ربها وعزها في دينها ونجاتها في اتباع رسولها. أرجو الله أن يوفق هذه الأمة أن تعرف القيمة الحقة للإنسان، إنها ليست في متاع أو ضياع، إنها ليست في زينة، إنما هي في إيمان يسخر له كل شيء من زينة الحياة ومتاعها، ويقطع المتغير من حياتنا للثابت من أمرنا. إن امرأة نتلو أمرها في كتاب الله ضربت مثلا للمؤمنين حيث كانت، وثبت أمرها في كتاب الله لتتعظ بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أرجو الله أن يوفق الأمة الإسلامية أن تخدع زينة الحياة وفتنة الحياة إلى الثابت من أمرها، فتعز في دنياها وتسلم في عاقبتها. أرجو الله أن يكون القرآن حياة لأمتنا تجتمع به كلمتها وتصح روابطها وتجاذب به عدوها وتجاهد خصمها. القرآن الكريم الذي حدثنا عن رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم في آيات تتلى علينا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وسبحان الله، ترى السورة في أولها وفي آخرها وفي وسطها تشتمل على التسبيح
على تنزيه الله عن مشابهته للمخلوقين، لتعرف أمة محمد الصليب الذي ينقذها، الذي يصعد بها من كبوتها، الذي يرفعها مما هي فيه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قرآن يتلى على الناس لينبههم إلى ما يجب أن يكون، فلا يليق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تربق لدعاوى القوم ولا لشهوات القوم ولا لبغي الباغين ولا لخطوة المتسلطين ولا لسياسة المنحرفين، بل عليها أن تصعد بدينها، بإيمانها، بكتاب ربها، لتنقذ نفسها مما هي فيه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. جاء إخوان القردة والخنازير في غيبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في غيبتها وعدم وجودها، فتفعل ما تفعل صباح مساء في بيت المقدس الذي باركنا حوله، ونسوا رسالة نبيهم، ونسوا رحلة نبيهم، ونسوا إمامة نبيهم لرسل الله جميعا في بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعندما نقف فقط عند كلمة سبحان نعرف الطريق، فننزه الله أن نرى ضعافا ونحن نعتمد عليه، أن نرى خزايا ونحن نستكن إليه، أن نرى متفرقين ونحن نؤمن به، أن نرى على حال فيه وكتاب الله يتلى علينا صباح مساء. أرجو الله بحق وجهي أن يوفق هذه الأمة أن تعود معتصمة بكتاب ربها، متمسكة بسنة نبيها. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. مع الضيق يأتي الفرج، ومع العسر يأتي اليسر، ومع الصبر يأتي النصر. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. مضينا مع المسلمين في موكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا ما لاقاه وصحابته من أذى وتضييق، وهكذا أمر الدعوات، هكذا جعل الله في سنته مع رسله، جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. لكننا نرى التربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعداد النفوس
على نحو يجب نحن علينا أن نستبصر بها وأن نتدبرها وأن نأخذ أنفسنا في تربيتنا بما أخذ به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يربيهم لم يطمعهم في دنياهم ولم يجعل الجزاء أمام أعينهم كما من المال أو عطاء عاجلا، بل رأيناه وهم يلاقون ما يلاقون من صعاب لا يزيد على أن يقول صبرا آل ياسر فموعدكم الجنة. هذه الكلمة نسمعها دائما، بل ربما حذرهم وبين لهم أن ما يخشى هو لا يخشى الفقر، وإنما يخشى أن تفتح الدنيا فيتنافس المسلمون عليها كما تنافس من كان قبلهم فأهلكتهم. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، التربية قامت على أساس أصيل وهو أن يعمل الإنسان دائما عمله يبتغي به وجه ربه، لا يتطلع إلى شيء غير ذلك. وعجبا عندما نرى المجاهد يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم إليه حظه من الغنيمة فيأبه ويقول ما بايعتك على هذا، ولكن بايعتك على أن أضرب هنا وهنا، ويشير إلى مواضع يصاب فيها ويلقى الله شهيدا. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحرضهم على مواجهة العدو لا يمنيهم برتب ولا بعطاء في الدنيا، وإنما يقول لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أصل أصيل التربية النفوس لا تتربى بالعطاء والمنافع، لأن من يعيش للمنافع يبيع نفسه لمن يدفع، وأما الذي يعيش ابتغاء وجه ربه لا يبالي ويقدم نفسه وماله ابتغاء وجه ربه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا جانب أصيل في التربية، وهو جانب يقتضي منا نحن المسلمين أن نوجد المناخ الصالح لينشأ الوليد فينا على حب الله وحب لقائه، ولنرى في صفوفنا ما كنا نراه في أسلافنا من قبل، أن يأتي الغلام الصغير وقد عذره ربه ولم يوجب عليه جهادا بعد بصغر سنه، لكنه يأذن ويبكي حين يمنع ويراه أخوه وهو يبكي فيسأله لماذا تبكي؟ منعني رسول الله لصغر سني وما جئت والله إلا أبتغي وجه ربي وأطلب الشهادة.
ويراه الرسول صلى الله عليه وسلم فيحن له ويأذن ويأتي أخوه ليضع السيف فيرى السيف أطول منه ويأبى إلا أن يقاتل ويقاتل ويقتل ويلقى الله شهيدا. هذا مناخ يجب أن يوجد، هذا مناخ يجب أن يوجد في الأمة الإسلامية لتتربى الأجيال على معرفة الله والإخلاص لله، ولتستطيع أمتنا الإسلامية أن ترد عن نفسها عارها ولتقوم بأداء رسالتها. لا بد أن تختفي من حياة أمتنا الإسلامية تفاسف الأمور وصغار الأمور، وأن ينشأ من ينشأ فينا على معالي الأمور. هذا أمر يجب أن تعد الأمة الإسلامية نفسها له، وإلا لاقى هذا الجيل من السؤال والعذاب ما يلاقي. نعود جميعا إلى موكب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى أثر هذه التربية في النفوس. ظل الرسول صلى الله عليه وسلم سنوات في مكة يدعو إلى الله ومعه صحابته في غير يأس ولا خنوف، وكلما اشتد البلاء بهم علمهم أن الله سيجعل لهذا الأمر فرجا ومخرجا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل على مقابلة القبائل في الموسم، موسم الحج، وبينما هو يمشي في منى إذ به يرى رهطا من الأمصار فيسألهم: من أنتم من الخزرج؟ أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: نعم. وكانوا ستة نفر، فجلس إليه ودعاهم إلى ربهم وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فأسلموا جميعا وعادوا لا لكي يصروا إسلامهم في صدورهم، وإنما ليقوموا بحق الدعوة عليهم. فأخذوا يذكرون هذا الأمر في الأنصار، فما بقي بيت في الأنصار إلا وذكر فيه رسول الله. ثم عادوا في الموسم الذي جاء بعد، وكانوا 12 رجلا، وتواعدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إليهم وبايعهم. قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى فأجره على الله. لا يوجد عطاء، إنما يوجد دعوة إلى معرفة الله
والصبر في أيام الدنيا حتى نلقاه. عرض عليهم ذلك فبايعوه، وأرسل معهم مصعب بن عمير، ذهب معهم في عودتهم إلى المدينة. وسبحان الله الذي وفق نبيه لهذا الإعداد، إعداد النفوس، وهو أمر يجب أن تتعلمه أمتنا دائما، أن تعد الإنسان. الإنسان الصحيح أمرنا لا يتوقف على كم من المال ولا على شيء من زينة الحياة، أمرنا يتوقف على أن يوجد فينا الإنسان الصحيح الذي يعرف ربه ويخلص له ويجاهد في سبيله ويبتغي بجميع عمله وجه ربه. ذهب معهم مصعب بن عمير ومعهم القرآن، قد نزل من القرآن قرابة النصف، يتلو القرآن ويدعو، وفيه في ذاته أسوة، إذ هو ابن الأغنياء، هو مليء بالمال، ولكنه هجر ذلك كله ابتغاء مرضات الله، ورضي أن يلقى مع المسلمين ما يلقون من عناء، وذهب إلى المدينة ليبلغ رسالة الله. وما من بيت من بيوت الأنصار إلا ودخل فيه الإسلام بفضل من الله. وإذا بالموسم يقبل، وإذا جمع كبير يحضر من المدينة المنورة، وإذا هم يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن لهم التدبير بفضل من الله. القادمون من المدينة جمع كبير، فيهم من أسلم وفيهم الكثرة لا زالوا على شكهم. قابلوا رسول الله وتواعدوا على أن يأتوا خلفة بليل، واحدا واحدا أو اثنين اثنين. وجاء إلى رسول الله في العقبة 73 رجلا وامرأتان، وجاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس، ولم يكن قد أسلم بعد، لكن أقواله كما نعلم جميعا من الأنصار، فجاء يستوثق لابن أخيه. وجاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعلي رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله أجمعين. والتقى الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الجمع النير، وعرض عليهم وتحدث إليهم وطلب منهم النصرة والمؤازرة، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم. فقالوا له: يا رسول الله، سل لربك ولنفسك ما شئت. فقال: أسألكم من ربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوني وتنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم.
فقالوا له لك ذلك، فما الثواب؟ قال الجنة. فقالوا لك ذلك، هل أغراهم بشيء من زينة الحياة ومتاع الحياة وزينة الحياة، أم أن الأجر هناك؟ فبايعوه وطلقوه. وعلمت قريش، علم كفار قريش بما جرى، وهم يدبرون ويكيدون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فذهبوا إلى جمع الأنصار وتحدثوا إليهم بما وقع، فأقسم أهل الشرك فيهم ما وقع منا شيء، لأنهم لا يعلمون بما وقع. وانفتح الباب للهجرة، وأذن الله عز وجل لنبيه أن ينتقل، ولكن النور الذي نزل عليه قد امتد هناك، وأصبحت المدينة مهيئة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم أن الفرج يأتي مع الكرب، وأن اليسر يأتي مع العسر، وأن النصر يأتي مع الصبر؟ أمتنا الإسلامية تحتاج أن تتعلم من نبيها صلى الله عليه وسلم ما أمرها به، وهي تكابد ما تكابد في عصرنا، لكن عليها أن تثبت على دين الله، وأن تخلص القصد له، وأن تستغي بجميع عملها وجه ربها، وأن تنتهي تفاسف الأمور من حياتها، وأن تدرك من هي وماذا تريد، وأن تبلغ رسالتها للعالمين، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. تقول هذا بمناسبة ما ندعى إليه من بذل وإنفاق في سبيل الله. الدنيا كما تعلمون أصابها ما أصابها، لأن ما يسمى بحضارة المادة قد سيطر عليها، وأصاب المسلمين من ذلك لوثة شديدة. الدنيا يقع فيها ما يقع، وتحشر كما قلت مرارا أقوات الجياع في بطون المدافع. الناس يموتون من الجوع في بعض الأقطار على أرضنا هذه، يموت الناس من الجوع وتضخم المدافع. الحضارة التي يفتن بها البلهاء ويظنونها شيئا، وأي حضارة تريد أن تقيمها أو تقومها عليك أن تتأمل مكانة الإنسان فيها، فإن ضيع فهي حضارة الغار، وإن حرم فهي حضارة للإنسان توصف بأنها حضارة. وحضارة القوم في عصرنا نرى نتائجها بأعيننا، فحذار من التقليد للقوم، فإن أمن الإنسانية وسلامها يتوقف على ديننا.
أقول هذه المقدمة. بالنسبة لما هو واقع في أفريقيا، ناس يموتون من الجوع، وفي ذلك امتحان لكل مسلم حيث كان، مهما بعدت داره ماذا يفعل في طعامه وشرابه، وماذا يفعل فيما أعطاه الله من نعم، وهل تقوم الإغاثة بالصورة التي يحبها الله؟ أرجو الله أن يوفق المسلمين جميعا إلى أن يكونوا حيث أحد. وأحذر من أن يتلهى بعض منا بالنعم في أيديهم وينسون من أعطاهم. وأذكر بأن طعامنا الذي يوضع أمام أعيننا لا مجال فيه للإسراف ولا للتلهي ولا لإلقائه بعيدا، حيث يوجد الآلاف يموتون من الجوع. رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا ألا ندع لقمة تقع في الأرض دون أن نأخذها ونأكلها، لأن إن تركناها تركناها للشيطان وهو يمر فيرى تمرة واقعة ساقطة يأخذها بيده الشريفة ويمسحها ويقول لولا أنني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. ما دلالت هذا؟ وماذا يقول أولئك النفر منا الذين يلقون كميات أو كم كثير من الطعام يتفاخرون به ويتباهون؟ الأمر يحتاج إلى مراجعة الناس والصدق فيما نقول. لا بد لكل إنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. على المسلمين في كل مكان أن يعلموا أن هذا امتحان لهم، فهل ينجحوا في الامتحان أم يظل الإنسان لا يشغل إلا بنفسه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. على كل مسلم منا وأن نذكر إخواننا المسلمين في كل مكان أن يبذل ما عنده وأن يقدمه ابتغاء وجه ربه وأن ينقذ نفسه بما يعمل، فإن المدخر لنا ليس هو الذي في البنوك، وإنما الذي ندخره لأنفسنا ما نقدمه ابتغاء وجه الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أما الأموال التي نتركها في الدنيا فلا تدري من يرثها، وأنت مسؤول عنها بين يدي ربك من أين جاءت إليك وفيما أنفقت. أرجو الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه وأن يجمع كلمتهم لإعلاء كلمة الله وأن يبصرهم بدينهم وأن يجعلهم أمة داعية إلى الخير آمرة به. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.